مع جنوب السودان، أشقائنا جنوب السودان، مباراة حيجيف على المدير الفني للمنتخب السوداني على جميع النواحي الفنية وطريقة اللعب الحلبية. لكن أنا هنا عايز أذكر نقطة مهمة جدا، لماذا مباراة جنوب السودان لعبت في المغرب؟ يعني أنا بسأل سؤال، يعني لماذا لعبت هذه المباراة في المغرب؟ ألا يمكن أن تلعب هذه المباراة في الخرطوم؟ وأنا بقول إن الخرطوم لعدة أسباب، لأنه الطقس بتاع الخرطوم شبيه بالطقس بتاع موريتانيا، لأنه نفس درجة الحرارة. ثاني حاجة الملعب الخاص بفريق المرابطون المنتخب الموريتاني نفس الملعب باستاد الخرطوم، وهو النجيل الصناعي، فبالتالي أنت حتتعود اللعيبة إنه ألعب على النجيل الصناعي. غير كده ملعب شيخ بيدا الموجود في موريتانيا ملعب شبيه باللي قلنا استاد الخرطوم، يسع ل 8500 مشجع، كان بيصل او كان بيدي احساس اللعيبه بانه ما في تغير في المناخ، ما في تغير في طبيعه المغرب. عارفين نحن جو شويه بارد او جو معتدل عموما، ونحن حنمشي نلعب في درجه حراره 36 درجه، فبالتالي حيكون في صعوبه بالنسبه للمنتخب في المباراه القادمه. برضو من الاشياء اللي انا برضو بعيز على المنتخب عدم وجود، يعني ممكن نقول الفريق الوحيد او المنتخب الوحيد في تصفيات الكان لا يحتوي على محترفين، ودي نقطة استفهام. أنا من هنا بقول ملف المحترفين السودانيين في الخارج لم يضرب بالطريقة الصحيحة، فلم نستفيد، كل المنتخبات تستفيد من المحترفين ما عدا المنتخب السوداني. إلى الآن المحترفين لم تدار بالطريقة الصحيحة، استبشرنا خيرا بجود ياسين في الفترة السابقة، الآن اختفى لا نعلم أي الأسباب. حتى ياسين نعم كويس، ففي أمور كثيرة صراحة في المنتخب لم تدرس بالطريقة الجيدة، خاصة في التصفيات.